الشركه تجي تستافدوا. شكرا بزاف شكرا بزاف. مطار مراكش برشلونه ان شاء الله. شكرا استاذ بزي شكرا اجي تستافدوا. بون السلام عليكم خوت الناس اللي بغات تخلي الطلبات عندنا فوالا كتدخل اجي نستافدوا فوالا على هذا الشكل لابليكاسيون ديالنا يعني المتوجه الحمد لله على البلاي ستور اكثر من 5000 يعني تيليشارجمون اللي كاينه. خليو لنا التعليق ديالكم انصاليو ودخلوا لابليكاسيون خليو لنا الطلبات ديالكم او الناس اللي يصعب راه جوجل اجي نستافدوا فوالا الحمد لله غتلقاو الموقع ديالنا يعني متواجد على جوجل دخلوا له وديروا له اجي نستافدوا خليو الطلبات عندنا ناس بلجيكا ناس المانيا ناس ايطاليا ناس فرنسا. فرنسا بدات الخوت كتعطي الفيزا لاول مره بدا يعني هذه بشره راه قريب ندير لكم فيديوهات واضحين وتشوفوا بعينكم ان فرنسا راه بدات تعطي الفيزا باش ما نكثروش الضغط على اسبانيا فوالا خليونا الطلبات ديفو اي دوسي زيارة عائلية او سياحة اول مرة او ثاني مرة البي اللي بغيتو تمشيو له الاسم العائلي المدينة رقم الهاتف يكون صحيح الايماي والبياس جوانت ماشي ضروريين واحد من المساعدين ديالنا يتصل بكم ويعطيكم جميع المعلومات باش يعني تستافدوا من الخدمة ديالنا وتبارك الله عليكم. السلام عليكم الاخوة الاخوات مرحبا بكم معنا من جديد في قناة ومكتب اجي ونستافدو اول موقع مغربي للفيزا عن بعد الحمد لله عبر التطبيق اللي كيتواجد في البلاي ستور تانستاليه هو سميتو اجي ونستافدو ولا عبر جوجل غتلقاو الناس اللي عندهم اليوس غيلقاو تما اجي ونستافدو عبر السيت ويب اجي ونستافدو .com. دائما ارحب بكم في جديد دائما في اطار نشر المعلومه البناءه نسال الله السلامه والعافيه ومغفره الذنوب ان شاء الله الرحمن الرحيم وان يرفع عنا الله هذا البلاء وهذا الوباء وان تعود الحياه لعادتها والمياه الى مجاريها. الناس اللي دايزين من هنا ما عارفينناش شكون حنايا، حنا واحد المكتب بسيط في المغرب، الحمد لله عبر التطبيق اللي متوجد على البلاي ستور وعبر السيت ويب اللي كينظم العمل ديالنا، كنستقبلوا فيه الطلبات ديالكم هو اجي نستافدو .com، كديروا الطلبات تما، واحد المساعدين ديالنا كيتصل بكم ويعطيكم جميع المعلومات مجانا، ويخدم معكم في حالة ما إلا كنتوا باغي تستافدوا من الخدمات ديالنا. اليوم الموضوع ديالنا الخوت، موضوع حساس وحساس جدا جدا، شحال ما درناش فيديوهات، كنا كما يقول لك ترايتو باش نشوفوا يعني اش وقع دابا في المغرب من ناحيه اخذ المواعيد. كما كتعرفوا بزاف ديال البلدان دابا حلوا السياحه مازال ما جربناهمش، ولكن يعني اشهر دوله اللي بدينا معها فوقيت كورونا ما نكروش الخير ديالها كما قلنا في فيديوهات سابقه، حنا ناكلوا الغله وما نكروش الملا حاشا نكروا الملا، لان كلينا وشربنا مع اسبانيا والناس دفعات وخدات فيزات مع اسبانيا. اسبانيا ساتورات لواحد الدرجه كبيره، اسبانيا كثروا عليها الطلبات بزاف، الناس كلشي ولا دفع لاسبانيا حتى واحد ما بقى يدفع لشي دوله اخرى. باف هذه هي هاد المشاكل اللي كاينه اليوم سواء في السياحه في مواعيد قصيرة المدى أو مواعيد فيزا طويلة المدى، نتائج ديال الضغط الرهيب والضغط الكبير للتلاميذ وصحاب التجمع العائلي وعقود العمل والسياحة لدولة إسبانيا. هادشي بلا ما يعني ليفيكتيف ديالهم راه ما سيبورتاش هاد لاشارج اللي كاينة في المغرب. هذا من جهة. من جهة أخرى ندخلوا في صلب الموضوع، كاين مشاكل حاليا أونيفو ديال الموقع البالاس اللي كنحجزوا به المواعيد سواء مواعيد السياحة أو مواعيد إقامة طويلة المدى، الدراسة والتجمع العائلي والعقود العام. نبداو بهاد الناس ديال السياحة ديال الدراسة والتجمع العائلي وعقود العمل، مالهم؟ حكا ما حكا كنا ناخذوا المواعيد نورمال، كيتخاد نورمال، واحد اللقطة ما عرفناش حتى ما بقى حتى شي واحد ياخذ، ما يمكنش. لا حنا الوكالات اللي قانونيين وكالات قانونيه كنخلصوا ضرائب للدوله اللي هما كيقول لك بغاو يحاربونا، حنا كنخلصوا الضرائب للدوله. نتوما اورغانيزم، حنا اورغانيزم تابعين لواحد القانون اللي في هذه البلاد كيحميني ويحميك وكينظم هذا العمل. ما يمكنلكش تحرمني انايا من لو سيرفيس ديالي، انا كندير بريستاسيون سيرفيس، فو نافي با لو دغوا سوا البالاس سوا القنصليه باش تمنعني انا باش ندير اون بريستاسيون سيرفيس، ما عندهاش لو دغوا، لانني القانون المغربي وبما انها هي تابعه لدوله وتخصها تخضع للقانون ديالها ما عندهاش، ما يمكنش تجي وتقول لك لا انت ما يمكنلكش دير لو سيرفيس.
اللي حنا كنخلصوا عليه ضريبة داك السيرفيس. هادشي اللي كاين فوالا. الور يعني حنايا خدامين قانونيين، هذا من جهه يعني باش نحيدوا هذا الشك ديال من اليقين. ناهيك بغيتوا تقولوا صامصيرة اما صامصيرة، انا ما ندخلش في ذاك الموضوع، انا ما خلينا دابا حنا في صلب الموضوع باش نعرفوا المشكل ديال هذا الشيء من جاي. فوالا هاد الناس ديال التجمع العائلي والدراسه وهذوك كنا ناخذوا المواعيد، ماشي ما كناش ناخذوا، حتى الناس كانت تاخذ المواعيد، بقى وحده حتى ما بقى حتى شي واحد ياخذ، ما يمكنش. عينا كيفاش نديرو كيفاش كيطرى، ودابا غانتوما فكروا معايا، كيتحل السيت ما كتشوف والو 3 سكوند كلشي طار، 300 رونديفو طارت، يعني سي نورمال، هذا ماشي عقل بشري، هذا شي حاجه ماشي مانيوال. بقينا 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 باش انت تشد المواعيد بهالطريقه في 3 سكوند طيح السيت، لان فاش كتدخل السيت طايح حتى واحد ما كيقدر يدخل. شكون اللي كيطيحو؟ كيطيحو دوك اللي كياخدو. والله ما كنشوفو شي حاجه حنا، الكالوندري ما كنشوفوش. يا اللي كتقولوا الصماصيره راه اللعب كبر من الصماصيره، يا اللي كتقولوا الصماصيره هما السبب، الصماصيره راه اللعب كبر من الصماصيره. لا باز دو دوني ديال السيت اخترقات، لا اسمعوا لي مزيان، لا باز دو دوني ديال السيت اخترقات وتعطات لشي وحدين اللي باش تقدر تبوتي السيت ودير هادشي اللي كاين دابا. سي با نورمال باش غادي تجي، واش تعطات واش ما تعطاتش الله اعلم، باش حنا نكونوا محايدين نوتر، واش شي واحد عطاها لها، واش خص هادشي دار فيه لونكيت، خصي دار لونكيت كيفاش هاد الناس بوتاو هادشي وجابوا هاد لي دوني وكيطيحوا السيت الطالب. هذا من جهه. اذا انت واحد ما بقى ياخذ شي رونديفو ديال الدراسه ولا التجمع ولا حتى شي واحد بقى كيفاش كيديروا ما نعرف، ما علينا. شوفوا شوفوا انا نوريك واحد الفيديو، هانتوما سمعوا معايا الخوت. فوالا كتدخل السيت كتبغي تشد رونديفو كتلقى السيت، هادشي راه صورته فاش كتجي هنايا كتقول لهم صورته واحد القناه مغربيه راه كانت حدا القنصليه اليوم، وبزاف ديال التلاميذ ظاهروا وداك الشيء. المهم الروين هادشي حدا القنصليه بولفار باري، مازال ما هضرناش على السياحه، السياحه بلاتي انا جاي لكم، الفيديو طويل ولكن غتستافدوا منه. راه كنعاني من مشكل باش نشد رونديفو ما كيعطوكش جواب مقنع، كيقول لك استاذ دير الشكايه ديالك، كيقول استاذ دير الشكايه ديالك عند بلاياس، كتمشي لبلاياس نفس المشكل، بلاياس كتقول لك حنا ما علينا والو دخل شد السيت راسك. انا بغيت نفهم غير واحد الحاجه، حنا القرايه ديالنا كاين اللي قرايه ديالو بدات، كاين اللي قرايه ديالو فاش، كل واحد المشكل اللي كيعاني. تخيل المدارس ديالنا مخلصينها، المدارس تخيل المدرسه مخلصه، المدرسه 12 مليون وفوق، كثر من 12 مليون، تخيل معايا واش والديك باش يخسروا عليك فلوس وفي الاخر ما تمشيش، راه حشومه والله الا كنعاني وحق الله. تخيل معايا لي بابي ديالنا كاملين كيت اكسبيراو، واش كل مره كتبقى تجدد دوك الوراق، الوراق كيكونوا فالابل 3 موا، تخيل معايا فين ما كتسالي ديك 3 موا خصك تعاود تجددهم. شو علاش غابرين؟ بلا حتى شي جواب. تخيل معايا حتى شي واحد، بغينا شي واحد يعطينا وقت، شي واحد يجاوبنا كتجي، ما كاينش حتى شي واحد اللي كيجاوبك كيعطيك واحد الحل، ولا كيقول لك مثلا راه سير منا السيمانه الجايه راه حنا غادي يتحلوا لي رونديفو، راه نهار فلان فلاني غادي يتحلوا، ما كاينش كاع، ما كاين حتى شي واحد كيجاوب. بغينا حل هذا الشيء، بغينا شي مسؤول يهبط عندنا. 12 مليون خاسرهم. 12 مليون وباقي انت كتشوف باقي واقف حتى شي ماشي مشات ليا. يعني الخوت غير باش تشوفوا يعني هذا المشكل راه ديال كلشي. الحل انا ما عنديش حل، واخا نقول لكم حل ما غاديش، عارفكم ما غاديش ديروا به، والله ما نقولوش شفتو ندخل سوق راسي. ما علينا سدينا هذا الموضوع، راك ليا السياحه. السياحه اش وقع فيها عاوتاني؟ السياحه كنا ناخذوا المواعيد عادي، انا كنهضر لكم على اون بريستاسيون سيرفيس، كنهضر لكم على راسي يعني ان قانوني ناخذ مواعيد. ناضوا واحد المجموعه ديال الناس اجتمعوا في الواتساب، واحد 300 واحد ولا 400 ولا، وداروا دي ريكلاماسيون للبلاص والقنصليه، وقال لهم الصماصريه غلاو علينا هادي منا 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 وما كنلقاوش المواعيد. واش اللي كيحل لك بالله عليك؟ اللي كيحل لك المواعيد مع الوحده الصباح جوج الصباح، واش هذا غياخذوا ان بارتيكولي اللي موعد باش تاكسيدي له خصك 4 السوايع وانت غير كتدخل وتخرج تدخل وتخرج، يلا تقدر توصل له، واش واحد عادي غيقدر يحجز موعد؟ ما علينا. نادو داروا هاد لي ريكلاماسيون، اش داروا هما؟ ما عرفتش انا هاد لا رياكسيون اللي دارتها، اللي داروها يعني دارتها يعني الملحقه الاسبانيه، دارت واحد لا رياكسيون، هي بدلات لا بروسيدور دو بريز دو رونديفو، بدلاتها كاريمون.
بدلتها، ولكن واش كانت عارفه ان هذا الشيء غيوقع، هذه المشاكل اللي وقعت دابا، انك تخلص موعد ردات البيما اونلاين، تخلص موعد يتقطعوا لك الفلوس وما كاينش الموعد، تشد موعد وتخلص الموعد بلا كارت ديكيشي ديالك، ويكون مكتوب فيها لو نوم بخينون ديالك وبالايماي ديالك والنمره التليفون ديالك، ويفيريفو معك حتى الكود فيريفيكاسيون اللي جاك في الميساج بانهم تقطعوا لك الفلوس، وفي الاخر ما تشدش الموعد، تخلصوا يديو لك الفلوس وما تشوفش الموعد. مشكل عظيم هذا، مشكل كبير. دابا هاد الناس اللي داروا لي ريكلاماسيون واش لقيتو حل؟ واش لقيتو حل ولا مازال؟ تبلوكات على كل شيء، مابقى حتى شي واحد ياخذ دابا. واخا تاخذوا وتخلصوا ما تمشيش ما تدخلش، كتمشي عندهم كيقول لك سير سوني السونتر دابيل، مين كتسوني السونتر دابيل كيقول لك اودي، فهمتي هادشي جديد عليهم، ما كثر عليهم الضغط، فهمتي ما فهموا حتى هما ما فاهمينش، حتى هما عندهم ديزوردر كيجيو من فوق. ولكن انتم انا غادي نوريكم واحد، انا مخرجها ولكن باقي انا هنايا. اودي مسكين هاد الوليد هذا، هانتوما السيد سيد جايب سيد جاب مراكش الرشيديه، راه واحد المدن تبع الكازا، المغرب كامل تبع الكازا. فوالا انتم سمعوا مشاهدي قناة سوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة سطة البيضاء، وبالضبط من أمام مكسب لحجز موعد، الموعد مخلصينو وعطلوا عليهم لأسباب مجهولة، ما عرفناش حتى حنا السبب اللي خلاهم يتعطلوا على هاد الناس على الغرض ديالهم على بزاف ديال الحوايج. تشريف سمعني بزاف الله يعاونك، خربنا من هذا المشكل. المشكل اللي عندي، انا عندي رونديفو اليوم مع 12، انا عندي رونديفو اليوم مع 12، نورمالمون سي اليوم 12 نجي ندخل. البايمون ديالي ها هو، واش مخلص باش قطع لي، باش قطع لي البايمون ديالهم ديال الرونديفو، ها هو ها هو راه مخلص المسائل ديالي. الو تفاجئ، جيت حتى لهنا وجاي من مراكش بعيد مصاري من مراكش. وي 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 وي, وي. مناعش ومكرفص. بون كيما شفتوا السيد جاي من مراكش، قال لك انا عس مكرفص، راه ايفيكتيفمون راه ما كيبقاش فيك الفلوس ديك 160 ولا هذاك. بزاف ديال الناس راه ماشي واحد ولا جوج، راه بزاف ديال الناس اخويا. وتنجي هنا كنتفاجئ، راه امه البشر، المغرب كامل كيدفع في كازا تقريبا 60% كتدفع في كازا. وانا هضرت معاهم البارح وي اييه، وقال لك ما كاينش سيستيم الفلوس حتى هو، وانا ما كاينش سيستيم 160 ها هي اخويا 160 درهم. هذا باش تعرفوا 160 درهم بوغ اون بيغسون، الا كانت فامي فيها اربعه الناس احسب حمادي. كنت يقول لك ما طاش السيستيم من الناس حتى نشوف المشكل، ما عرفناش اخويا من ما كاينش اللي بغى يعطي معنا حتى شي حاجه معلومه، ما كاينش والو. سيكريتي راه هما اللي واقفين تما تيقول لك ما عندنا ما نديرو لك ابيل، دير ابيل تيقول لك. المهم ما علينا، لا حول ولا قوه لنا الا بالله العلي العظيم. بون كما شفتوا معنا الخوت، بون نعطيكم واحد الخبر صار بعدا حصريا في الفيديو. المهم دابا حنا علاش ما كنديروش فيديوهات، ما تخيل قلت لي ما عندهاش حل، كيفاش انا نلقى حل؟ انت كتقول كتدخل عندي كتقول لي باغي ندفع فيزا، الا دفعت لك فرنسا 50 50%، دفعت لك يعني كنقول لك اسبانيا هي اللي شويه الحدود فيها، ولكن راه الموتيف 10 سيد المواقف، الثقه كلشي عطاوهم الثقه، عدم الثقه عدم الثقه عدم الثقه، رفض 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 رفض. بقيت هنايا واخا انا انتم تشوفوا، درت لكم واحد الفيديو في تيك توك والانستغرام وفيسبوك، تابعونا فيه ديروا لي لايك فيه تابوناو فيه، راه كندير لكم فيديوهات اللي بغى باش الحل ديال هذا المشكل. ها هو التوريست، عفوا التوريست اللي خلص موعد، اللي خلص موعد وطلع له بايمو اكسبتي وما طلعلوش الرونديفو، ها هو الحل، ها هو الحل. سمع كاين واحد الايماي راه انا جاوبوني فيه شخصيا، ايماي ديال سميتو كازا ابوينتمنت بالاس اوروباس بالاسلبين.com، انا نتاكد به ونقول لكم الخوت. هاد الايماي راه جاوبونا فيه الخوت وعطاونا الكونفيرماسيون ديال لو رونديفو. انا نقدر نخلي لكم في اول تعليق ان شاء الله الرحمن الرحيم، الى نال اعجابكم بيان سور هذا الفيديو، وهاد شو المعلومات بارطاجيوها الخوت. شوف حنا ما كنتشفوا ما كنضحكوا، ما ولا كنقولوا الواقع، والله ما عندنا غرض لا لان البالاس واسبانيا ما نكروش خيرها، في حين وفي وقت ان كانت كورونا وفي وقت كل شيء ساد
اسبانيا تصدر فيزات، اسبانيا توزع فيزات، علاش غادي نكرو خيرها؟ ما نكروش خيرها، ولكن كثر عليهم الضغط، الناس شكات لهم، هما داروا واحد الرياكسيون لي ريزولطا ديالها هي هادشي اللي دابا، سواء في السياحه الدراسه التجمع، هادو هما لي ريزولطا، لي ريزولطا كانوا نيجاتيف ما كانوش بوزيتيف، دوك لي موفمون ودوك لي شونجمون اللي داروا ما عطاوش الاكل ديالهم. ايوا راه هما غيفهموا لهادشي، انا يعني ما كاين حلول، ولكن واش انا غادي واش انايا نقطف وسط الرمله غادي نوض نقول الرمله ها كاين الحل؟ راه ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش، وما كاينش اللي غيتبعك فيه اصلا، حنا عمرنا ما نتفقوا، ما علينا. بون فوالا كازا ابوينتمنت بالاس اوروباس بالاس هيلبين بالاو بوان كوم، فوالا هو هذا الايماي، صيفطوا لهم لو نوم برينوم ديالكم والنيميرو دو باسبور، وصيفطوا لهم الغوسي ديال لاكسبتاسيون زائد الباسبور، وتقول لهم يعني ميرسي دو نو كونفيرمي نوتر رونديفو هذا على داتا هذيك، راه هما غادي يجاوبوك. فوالا هذا هو الحل اللي كاين دابا. بيان سور اللي بغى يخلي عندنا الطلبات ديالو راه في اول فيديو ديما كنوريكم كيفاش تخليو الطلبات ديالكم، اجو نستافدو بوان كوم كتدخلوا له كديروا طلب تاشيره البطونه الحمراء، سواء السياحه والزراعه حتى موج التجمع ما كاينينش عندنا نهائيا نهائيا، مواعيد التجمع العائلي والدراسه دوك ما كاينينش عندنا خوت. الناس اللي بغات دير السياحه فرنسا ايطاليا المانيا بلجيكا مرحبا والف مرحبا، اللي بغى يجرب حدو كان عنده الدوسي مزيان علاش ما دفعش لفرنسا؟ علاش فرنسا بدات تصدر فيزا دابا حاليا، كان سمعوا ناس اول مره عطاوهم فيزا، فرنسا بدات باشر يعني باش تعطي فيزات الحمد لله، كذلك هولندا بالضيافه يعني كاين فيزات الحمد لله، في انتظار ايطاليا وبلجيكا والمانيا دفع على الناس، نشوفوا الردود الفعل ديالهم ونبارطاجيو معكم. سمحوا لي هذا الفيديو طولته عليكم، عطونا بارطاج الخوت ولايكات الحمد لله، يعني كان يعني كنتوحشوكم بزاف، يعني غبنا عليكم دو سيمان، كنشكركم بزاف على المتابعه، باش تبقاو متابعين الاحداث تابعونا في الانستغرام والتيك توك. اجيو نستافدو، تبارك الله عليكم، كما معكم اجيو نستافدو الفيديو القادم ان شاء الله، مع السلامه. السلام عليكم، معكم اسماعيل بوكليا من مراكش، تحيه خاصه للاستاذ ميجي، استاذ ميجي يوسفي شركه اجيو نستافدو، شكرا بزاف شكرا بزاف. مطار مراكش بارسلونا ان شاء الله، شكرا سيدي، شكرا اجيو نستافدو.